مرحبا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في احداث 24 ساعة، والبداية باهم عناوينها. بايدن يصف عملية الاجلاء في كابول بانها الاصعب في التاريخ. عون يؤكد ان الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي ستشكل خلال الايام المقبلة. وبوتين يدعو إلى مواصلة الحوار مع كل القوى السياسية في ليبيا. أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لا يستطيع ضمان النتيجة النهائية لعملية الإجلاء في كابول، معتبرا أنها واحدة من الأصعب في التاريخ بعد 20 عاما من التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان. وقال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أنه لا يستطيع أن يعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية. وأكد بايدن الرئيس أيضا الالتزام لبلاده في إجلاء جميع الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة في عملياتها في أفغانستان خلال الحرب. أعلن مسؤول كبير في البنتاغون أن عمليات الإجلاء الأمريكية لآلاف المدنيين من كابول استؤنفت بعدما توقفت لساعات عدة بسبب امتلاء بعض القواعد الأمريكية في المنطقة وخصوصا في قطر. وتهدف الولايات المتحدة لتكثيف جهود إجلاء آلاف الأمريكيين والأفغان المعرضين للخطر تحت حكم حركة طالبان. يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه الدعوات بتأجيل الانسحاب الأمريكي في 31 من أغسطس، الذي يعتزم بايدن تأجيله فقط إذا كان لا يزال هناك مواطنون أمريكيون يجب إجلاؤهم. كشف دبلوماسيون أمريكيون عن مذكرة سرية حضرت كبار مسؤولي الخارجية الأمريكية في يوليو الماضي من الانهيار المحتمل للعاصمة الأفغانية كابول بعد وقت قصير من الموعد النهائي المقرر لانسحاب القوات الأمريكية من هناك. وأفاد الدبلوماسيون الأمريكيون بأن المذكرة السرية هي أبرز دليل حتى الآن على أن موظفي السفارة في كابول حذروا مسؤولي الإدارة الأمريكية من أن تقدم طالبان وكان وشيكا. وكان التقدم والجيش الأفغاني قد يكون غير قادر على إيقافه، كما أوضح المسؤولون أن المذكرة المرسلة عبر قناة سرية تابعة للخارجية الأمريكية حذرت من مكاسب إقليمية سريعة لطالبان وما تلاها من انهيار لقوات الأمن الأفغانية. قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن بلاده ستعمل مع حركة طالبان إذا اقتضت الحاجة بعد أن سيطرت الحركة على أفغانستان. وأكد جونسون أن الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى حل في أفغانستان ستستمر، مما فيها العمل مع طالبان إذا لزم الأمر. كما أشار إلى أن الوضع يتحسن بشكل طفيف في مطار كابول، مؤكدا التزام بلاده تجاه الأفغان. كما جدد جونسون ثقته في وزير خارجيته دومينيك الذي تعرض لانتقادات حادة ودعوات بالاستقالة بسبب تعامله مع الأزمة في أفغانستان. قال مسؤول من طالبان إن أعضاء الحركة لا يمنعون الأفغان من مغادرة البلاد في مطار كابول، وأن الحركة تبعد من ليس لديهم أوراق سفر قانونية. يأتي هذا في وقت قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قالت إن معظم الأفغان غير قادرين على مغادرة بلادهم. وجددت المتحدثة باسم المفوضية الدعوة إلى البلدان المجاورة لإبقاء الحدود مفتوحة أمام طالبي اللجوء في ضوء ما وصفتها بأنها أزمة متصاعدة. ومن جانبه حذر برنامج الأغذية العالمي في أفغانستان من أن شخصا من كل ثلاثة يعاني من انعدام الأمن الغذائي. وأوضحت ممثلة البرنامج في أفغانستان أن هذا الوضع ناجم عن عوامل عدة مرتبطة بالحرب في البلاد. وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن العام 2021 كان متوقعا أن يكون عاما صعبا للغاية في الأساس، فإلى جانب التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا يعاني البلد من موجة جفاف هي الثانية في غضون 3 سنوات. أهلا بحضراتكم من جديد.
أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن اللقاءات متواصلة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لإنجاز التشكيل في أسرع وقت ممكن، مستعرضا المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة. جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا بقصر بعبدة. لا يزال المشهد اللبناني معلقا على توقعات النجاح والفشل لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في مهمته في تشكيل حكومة. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه اللقاءات متواصلة بين الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لإنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت. لقاءات عرض فيها ميقاتي المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة الجديدة. ووسط هذا يشهد لبنان فراغا سياسيا وتدخلات خارجية والشعب يئن من أجل الحياة. فالمشهد اللبناني يعاني الجمود والشلل بسبب تعنت الطبقة السياسية الحاكمة وفشلها في التوافق على مخرج لتشكيل حكومة جديدة للبلاد تقودها إلى بر الأمان. من جانبه أوصى مجلس النواب اللبناني برفع المصرف المركزي الدعم عن المواد الاستراتيجية المستوردة، كما أوصى بإقرار البطاقات التموينية وحث على تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت باعتباره الحل لإنهاء أزمات البلاد. كما دعت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان جميع الأطراف اللبنانية للعمل من أجل تشكيل حكومة قادرة على تلبية الاحتياجات العاجلة للشعب اللبناني دون مزيد من التأخير. جاء ذلك في بيان للمجموعة، وعبرت المجموعة عن أسفها الشديد لسقوط عدد من الضحايا والمصابين جراء انفجار خزان وقود عكار في شمال لبنان في 15 أغسطس الجاري. وشددت المجموعة الدولية على أن التفاقم المتسارع لتلك الأزمة يبرز الضرورة الملحة لتشكيل حكومة قادرة على وضع الأمور في نصابها، كما أكدت التزامها الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه. وعن الاختراقات الإسرائيلية، يعتزم لبنان تقديم شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن اختراق طائرات إسرائيلية الأجواء اللبنانية مساء الخميس. وأبلغ الرئيس ميشيل عون منسق الأمم المتحدة الخاصة في لبنان بالخروق الإسرائيلية، وشدد على ضرورة التحرك سريعا لضمان عدم تكرارها ووضع حد لها. أعلن تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان انخفاض مخزون الغاز المنزلي المتوافر في خزانات الشركات إلى مستويات متدنية جدا. وقال التجمع إن هذا النقص سيجبر الشركات المستوردة على وقف تزويد السوق بالغاز اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل حالة لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات المناسبة. وأكد التجمع تقدم الشركات بطلبات إلى مصرف لبنان المركزي للحصول على موافقته على بواخر تحمل الغاز السائل دون الحصول على الموافقة. وطلب تجمع شركات الجهات الرسمية المختصة بالاتفاق على سعر للغاز كي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه. وانعكس نقص المستشفيات البترولية على إمدادات الكهرباء للمنازل والمستشفيات والمراكز التجارية وكذلك المنشآت العامة. أفاد المرصد السوري بمقتل ما لا يقل عن 4 من عناصر حزب الله اللبناني في غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا الليلة الماضية. وأشار المرصد إلى أن المقاتلين قتلوا في منطقة قريبة من الأطراف الجنوبية الغربية لمحافظة حمص، ولم يحدد هوية هؤلاء القتلى. وكانت دمشق قد أكدت تصدي الدفاعات الجوية السورية مساء أمس لصواريخ إسرائيلية استهدفت مواقع في محيط مدينتي دمشق وحمص. وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ التي كانت قادمة من اتجاه جنوب شرق العاصمة اللبنانية بيروت. في شأن آخر، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المجتمع الدولي إلى مواصلة الحوار مع كل الأطراف السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا. وقال بوتين خلال اجتماع مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في موسكو، قال إن مؤتمر برلين الثاني الذي عقد في يناير الماضي بمشاركتهما توصل إلى قرارات أسهمت في تحسين الأوضاع على الأرض في ليبيا، وأن على المجتمع الدولي أن يواصل الحوار مع كل القوى السياسية التي تتمتع بنفوذ في ليبيا للحفاظ على هذه النتائج الإيجابية وتطويرها.
دعت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السماح بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني مع مرور عام على تعرضه لعملية تسمم، في حين رفض بوتين طلبها. في اللقاء الأخير بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجلا ميركل، دعت ميركل الرئيس الروسي إلى الإفراج عن المعارض أليكسي نافالني مع تجديدها في الوقت نفسه على وجوب التحاور مع روسيا. ومنذ بداية المؤتمر الصحفي تحدثت ميركل عما وصفته بالوضع المأساوي الذي يعاني منه أليكسي نافالني المسجون على خلفية قضية احتيال يعتبرها مسيسة. الرئيس الروسي رد مشددا على أن نافالني ليس مسجونا بسبب أنشطته السياسية بل لارتكابه جرما بحق شركاء أجانب. تصريحات تأتي بعد عام على المحاولة المنسوبة للأجهزة الأمنية الروسية لتسميم المعارض الروسي الذي تلقى علاجه في ألمانيا، لقاء قد يضع حدا ل16 عاما من العلاقات الثنائية بين موسكو وبرلين التي تأرجحت بين التوتر تارة والتعاون تارة أخرى. لكن في هذا اللقاء الوداعي تباحث بوتين وميركل في قضايا عدة بينها الأزمة الأفغانية والنزاع في أوكرانيا والقمع السياسي في بيلاروسيا قبل أن تغادر ميركل منصبها الخريف المقبل. طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، وفي مقابلة صحفية طالب صالح أيضا بتوحيد المؤسسات في الحكومة الليبية ومشاركة جميع الأقاليم في السلطة. وتوقع صالح إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معتبرا أن الشعب الليبي يريد الانتخابات وأنها هي المخرج الوحيد للأزمة الليبية. كما حذر صالح من تعرض ليبيا للتقسيم والعودة إلى الفوضى إذا لم تجرى الانتخابات. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة. وخلال لقائه وزير الشؤون الاجتماعية والمكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية، أكد سعيد أنه يتخذ القرارات على أساس الاستجابة لمطالب الشعب، وشدد على ضرورة محاسبة كل من تلاعب بمقدرات الشعب، مطالبا القضاء بتحمل مسؤولياته في إنهاء الفساد. أحداثنا متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وفيها بعد قليل. أسترازينيكا تعلن عن تطوير علاج بالأجسام المضادة يقي من الإصابة بكورونا. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 164 حالة إصابة بكورونا وسبع حالات وفاة. وأفادت الوزارة بخروج 107 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 235,424 حالة. تراجع تفشي وباء كوفيد 19 هذا الأسبوع في جميع أنحاء العالم رغم استمرار انتشار الفيروس في أمريكا الشمالية، فقد شهد هذا الأسبوع تحسنا طفيفا في غالبية مناطق العالم. سجلت إفريقيا تراجعا بنسبة 7% ومن الإصابات الجديدة أيضا كانت التراجع في إفريقيا بنسبة 0.7% من الإصابات الجديدة، وأيضا في أمريكا اللاتينية أقل من 6.6 تحت 0% في أمريكا اللاتينية، وسالب 3% في آسيا وأوروبا. ومع ذلك يستمر الوضع في التدهور بشكل حاد في الولايات المتحدة وكندا أيضا. أعلنت مجموعة أسترازينيكا المصنعة للأدوية نتائج مشجعة لعلاج يمكنه الحد بشكل كبير من خطر الإصابة بأشكال حادة من كوفيد 19 وأعراضها. وأوضحت أسترازينيكا أن تجربة جديدة شملت 5197 مشاركا لم يصابوا بالمرض أظهرت انخفاضا بنسبة 77% في الإصابة المرفقة بأعراض مع عدم تسجيل حالات خطرة. على جانب آخر، مدت نيوزيلندا تدابير الإغلاق في كل الأنحاء لأربعة أيام إضافية في محاولة لاحتواء تفشي وباء كوفيد 19 الناجم عن المتحورة دلتا التي انتشرت في أوكلاند إلى العاصمة ويلينغتون. كما مدت سيدني إجراءات الإغلاق التي فرضت قبل شهرين لشهر إضافي في وقت تحاول أكبر مدينة في أستراليا احتواء ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكوفيد 19
ناجم عن المتحورة دلتا. وفي سريلانكا يتوقع أن يعلن الرئيس إغلاقا على مستوى البلاد بعد ضغوط كثيفة من خبراء طبيين مع انتشار الفيروس ومعاناة المستشفيات والمشارح ومحارق الجثث. وشهدت الفلبين حصيلة يومية قياسية بوباء كوفيد-19، بينما خففت السلطات تدابير الإغلاق في العاصمة للسماح لمزيد من الشركات بالعمل وتقليل معاناة الأسر الفقيرة. قررت السلطات التونسية إخضاع جميع الوافدين إلى البلاد لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام، مع استثناء من تلقى منهم تطعيم كورونا، وذلك اعتبارا من يوم 25 من أغسطس الجاري. في استراليا أعلن السلطات في مدينة سيدني مد إجراءات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا حتى نهاية سبتمبر القادم، كما فرضت حظر تجول ليلي في الضواحي الأكثر تضررا في محاولة أخيرة للحد من انتشار سلالة دلتا شديدة العدوى، والتي تجتاح أنحاء من ولاية نيو ساوث ويلز، والتي سجلت أيضا أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا لليوم الثالث على التوالي. اتهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة الإثيوبية بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وموظفي الإغاثة برا وجوا إلى إقليم تيجري. وحضرت مديرة الوكالة سامانثا باور من نفاد إمدادات الغذاء في الإقليم هذا الأسبوع، كما أوضحت أن نحو 900 ألف من سكان تيجري يواجهون المجاعة، بينما يوجد أكثر من 5 ملايين في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية. أعلنت ماليزيا تعيين إسماعيل صبري يعقوب رئيسا للوزراء. صبري أحد أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة، وهو الحزب الذي حكم ماليزيا لستة عقود، وذلك بما خيب آمال المعارضة في الوصول إلى السلطة. كما أوضح القصر الملكي في بيان أن السياسي الماليزي المخضرم حصل على دعم أغلبية أعضاء البرلمان، وعينه السلطان عبد الله شاه رئيسا للوزراء وفقا للدستور. وصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والقضاء على أشكال الغش التجاري وجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية والتي تضر بصحة وسلامة المواطنين، وكذلك قضايا تلاعب بالدعم. نتائج إيجابية تواصل وزارة الداخلية تحقيقها في إطار تصديها لجرائم غش السلع الغذائية وبيع سلع منتهية الصلاحية. فقد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام من ضبط أكثر من 26 طن ونصف لحوم ومصنعاتها ودواجن ومقطعات دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرا على الصحة العامة خلال حملات أمنية شنتها الإدارة بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية والشرقية. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط أكثر من 7 أطنان ملح سياحات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى أنها مخصصة للأغراض الصناعية ومحظور استخدامها في الأغراض الغذائية بحوزة مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بالغربية. كما نجحت الإدارة في ضبط أكثر من 9 أطنان ونصف جبن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لمنتجات الألبان بالغربية والمسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية. وتمكنت من ضبط أكثر من 11 طن مكرونة وأرز مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة والشرقية والمنوفية. وضبط قرابة طنين دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم بحوزة قائد سيارة حال سيرها بالبحيرة قام بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء. كما نجحت في ضبط 10 أطنان دقيق مجهول المصدر بحوزة مالك مخبز سياحي بدون ترخيص بالمنوفية، وأكثر من 15 طن زيت طعام مجهول المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية. وتمكنت الإدارة من ضبط أكثر من 5 أطنان زيت طعام سابق استخدامه وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مسؤول مخزن بدون ترخيص لتجميع زيوت الطعام السابقة للاستخدام بالقاهرة.
الإدارة تمكنت من ضبط 73 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني، ما يمثل ضرراً بالثروة الحيوانية بالغربية والشرقية والمنوفية. الإدارة تمكنت من ضبط 70 طن بلاستيك منتج نهائي وكسر بلاستيك مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالمنوفية، وضبط 58 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنها ما هو محظور تداوله خارج الجمعيات الزراعية، وذلك بمحافظات البحيرة الشرقية سوهاج والمنوفية. وتتواصل الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة كافة الجرائم التموينية وضبط مرتكبيها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. قام وفد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من تنسيقية الشباب الأحزاب والسياسيين بزيارة للهيئة العربية للتصنيع ولمصنع الإلكترونيات والشركة العربية الأمريكية لصناعة السيارات، إضافة إلى أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع. وخلال الزيارة أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي فضلا عن تدريب الكوادر البشرية. عدد من مشروعات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة وخاصة من الهيئة العربية للتصنيع، فضلا عن المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالريف المصري، كانت محور اهتمام وفد نواب مجلسي البرلمان والشيوخ أثناء زيارتهم لمقر الهيئة العربية للتصنيع للتعرف أكثر على ما أحدث ما وصل إليه من تصنيع بمشاركة كبرى الشركات العالمية. الهيئة العربية للتصنيع كركيزة من ركائز الصناعة في مصر، فهي تعتبر نفسها مسؤولة عن تنفيذ المشروعات أو جزء من المشروعات التنموية العملاقة اللي بتتم الحمد لله في مصر النهاردة، وبالتالي بيتطلب الأمر أنها تشارك بشكل كبير والإمكانيات بشكل واضح، وده الحمد لله احنا منفذينه في مشروع حياة كريمة أو في مشروعات الصرف الصحي بصفة خاصة أو تحليل مياه البحر. منتجات صناعية بتكنولوجيات حديثة أبهرت وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لما شاهدوا من كوادر بشرية مدربة ومسلحة بأحدث المواصفات والخبرات العالمية. هذه الزيارة بتأتي في إطار الزيارات المتوالية التي تولي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها أهمية كبيرة للإطلاع على كافة الإنجازات، كافة الأعمال التي تدير بها الدولة المصرية حياة المصريين. يمكن لو هتحدث قليلا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونقول إيه أهمية مثل هذه الزيارات، أستطيع بكل فخر أن أتحدث عن كيان سياسي، منصة حوارية بتجمع ما يقترب من 26 حزب سياسي مع مجموعة من الزملاء المستقلين. إذن هي قلعة صناعية كبرى بحسب شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين باعتبارها أحد الأذرع الرئيسية للدولة في التصنيع المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية، فضلا عن توطين التكنولوجيا العالمية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة. والآن مشاهدينا الكرام، جاء موعدنا مع جولة في الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم السبت. نبدأ من جريدة الجمهورية. الزراعة، ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن. وجريدة اليوم السابع، السكة الحديد، تعيين 1500 فني و250 مهندسا خلال مسابقة الوظائف. في جريدة الأهرام، نيفين جامع، مركز تحديث الصناعة، يقدم الدعم الفني المطلوب للمستثمرين بمجمع مرغم بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين وزيادة تنافسية منتجات المجمع بالسوق المحلي والأسواق الخارجية. ومن جريدة أخبار اليوم نقرأ، القوى العاملة، تعيين 855 شابا منهم خمس من ذوي الهمم بالقهرية.
وإلى حالة الطقس، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس حار رطب على القاهرة، شديد الحرارة جنوبا، نهارا معتدل رطب ليلا. وإلى حضراتكم الآن بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة لجمهورية مصر العربية. وبهذا نصل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام إلى ختام أحداث 24 ساعة. تصبحون على خير.